السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الفيديو ديال ستوس بايم آ. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع مهم، الفلتر بارتيكول والمعروف كذلك بالفاب. الوغ الفلتر بارتيكول هو واحد النظام ديال التصفية كيتستعمل لحجز بعض الجزيئات الدقيقة اللي كتكون منبعثة من محرك الديزل واللي كتقدر تسبب في السرطان ديال الإنسان. الفاب استعمل أول مرة عند مجموعة PSA في بداية سنوات 2000، ومن بعد هذا الفاب رجع إجباري على السيارات الحديثة. يعني دابا كنلقاو في مجموعة ديال السيارات اللي خرجت من 2012 الفوق. الفلتر بارتيكول المكان ديالو هو في تيو دي شابون، يعني حتى كيكونوا خارجين داك الغازات من الموتور وداك الشيء، عاد هو كيقوم بالدور ديالو باش كيسمح بالتصفية وكيخرج داك الغازات المنبعثة من محرك الديزل. التشغيل ديال الفاب كيكون بجوج ديال المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصفية ديال داك الجزيئات الدقيقة عبر تمرير داك الغاز اللي كيخرج من الموتور باش كيمشي للتيو ديشابمون وكيخرج. وداك التصفية كتقوم بحجز داك الجزيئات اللي كيبقاو لاصقين في الجدران ديال الفلتر بارتيكول وما كيخرجوش مع التيو ديشابمون. ومع مرور الوقت والاستعمال داك الجزيئات كتبقى تجتمع في داك الجدران، داك لي بور ديال داك الفلتر بارتيكول، مما كيفقدوا الفعاليه ديالو. وهنا كيبان الدور ديال المرحله الثانيه ديال الفلتر بارتيكول اللي هو التجديد. هاد عملية ديال التجديد كتعتمد على واحد الطريقه بسيطه اللي هي حرق داك الجزيئات باش داك الفلتر بارتيكول كيبقى نقي. وكيفاش كيتم حرق داك الجزيئات؟ هو ان الكالكولاتور كيرفع من درجه الحراره ديال داك الغازات المتسربه الى درجه 600 درجه سيلسيوس، باش ملي كيوصل داك الفلتر بارتيكول كيقوم بالحرق ديال الجزيئات اللي كانت حصلت في الاول. وباش كتوصل داك درجه الحراره ل 600 درجه سيلسيوس باش الفلتر بارتيكول كيصفي داك الجزيئات، كما قلنا كيقوم بضخ المحرك، يقوم بضخ كميه اكثر من الغازوال، وايقاف الاو جي ار، وتفعيل البوست انجكسيون، وكذلك ايقاف ريادات التوربو. يعني هاد اربعه ديال المسائل اللي كيساهموا كلهم باش كتوصل درجه الحراره ل 600 درجه سيلسيوس. وانطلاقا من هاد الدرجه هادي كيبدا التصفيه ديال داك الجزيئات اللي كتكون لاصقه في الجدران ديال الفلتر بارتيكول. وهاد العمليه ديال التصفيه كتقام اوتوماتيكمون كل 1000 كيلومتر، خصوصا في السيارات اللي كيكونوا كيشدوا الطريق وكيخرجوا بزاف على المدينه. بالنسبه للسيارات اللي كيكونوا ما كيخرجوش بزاف، يعني كتكون عندهم مسافات قصيره بزاف، هذه العمليه ديال التصفيه ما كتقومش. يعني الفلتر بارتيكول كيبقى يتراكم فيه داك الجزيئات وما كيقومش بالدور ديالو وكيتخنق. وملي كيتخنق داك الفلتر بارتيكول كتكون عنده عواقب كبيره على الموتور، على المحرك وعلى المكونات ديالو. لهذا في هذه الحالة هذه من المستحب أن الإنسان يمشي يجدد الفلتر بارتيكول ديالو عند ان سونتر اوتو ولا عند ان كونسيسيونير اوتوموبيل اللي يمكن له ينيتوايي ليه داك الفلتر بارتيكول يبدلو. نتمنى هذا الفيديو تنال الإعجاب ديالكم. نتلاقاو في حلقة مقبلة ديال ستورز بوايما. السلام عليكم.